يلا يلا هيبة من امشي ضابط هز الدنيا برجليا جدا يلا هيبة من امشي ضابط هز الدنيا برجليا يلا هيبة من امشي ضابط هز الدنيا برجليا يلا ماني سائل ع انسان ابن الدولة السورية يلا ان كان بي مراجل انا رب المراجل يلا ماني سائل ع البشر ع العالم ماني سائل يلا والله ما طيق الفراق لسوريا انا مشتاق والله ما طيق الفراق لسوريا وش قد مشتاق يلا تحية من سوريا الله وشعبك يا العراق تحية من سوريا الله وشعبك يا العراق يلا يلا ضر بكسر لا ترحم عبي للساحة بالدم يلا ضر بكسر لا ترحم عبي هالساحة كل دم يلا انا رب المراجل والعالم مني تتعلم يلا انا رب المراجل والعالم مني تتعلم هيبة من نمشي ضفان تخريج العسكرية يا جادو يلا تحياتي لجادو ابن الدولة المصرية دولة المصري يلا انا غنيت الحربي وهذا جوي ليش المضغوط بظهري صار يعوي نعم 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 انا غنيت الحربي وهذا جوي ليش المضغوط بظهري صار يعوي يلا ابن الشيخ ومسائل كل شي هوي هيا الساحة اللي تشهد هذا الميدان نعم 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 يلا اعمل بحث عالهيبة وعالمراجل اسمي يطلع بالاحمر خبر عاجل يلا اعمل بحث عالهيبة وعالمراجل يطلع اسمي بالاحمر خبر عاجل عالجزيرة اسمع محمد الشيخ ومو هذا اسمي الكامل أنا الجبل والقمة أنا البركان يلا أصل الهيبة بالأراضي العربية خبر عاجل تلقاه مردلية بهجر قلتولا أنا قلتولا يلا أنا قلتولك أنت غالي عليا مثلك ما خلق الله واحلف قرآن